لو جينا نشوف المسألة اللي بعد كده، في عندي أربع قوى، ولو جينا لاحظنا إن في قوتين ليهم نفس المقدار ولكن عكس الاتجاه. نفس الكلام في قوتين تانيين ليهم نفس المقدار ولكن اتجاههم مختلف. يعني هنا إحنا بنتكلم عن الكابل مومنت أو عزم الازدواج. طب إيه المطلوب؟ The moment of couple formed by two كيلو نيوتن. يعني إيه؟ قصده يعرف، عايز يعرف العزم الناتج من القوتين اللي مقدارهم 2 كيلو نيوتن. طيب رقم 2 نفس الكلام بالظبط ولكن من القوتين اللي مقدارهم 8 كيلو نيوتن. اخر حاجة عايز يعرف the resultant couple moment، عايز يعرف عزم الازدواج المحصل. الكلام ده الناتج من عزمين الازدواج اللي هيطلعوا من الاربع قوى اللي موجودين عندنا. طيب انا دلوقتي لو معايا المسافة العمودية ما بين كل قوتين، ساعتها هروح اجيب عزم الازدواج على طول. ان احنا زي ما احنا عارفين ان عزم الازدواج الام من كابل هيساوي ايه؟ مقدار احدى القوتين مضروبة في المسافة العمودية بينهما. فدي هنا المسافة العمودية بين القوتين. طب انا مش معايا للأسف المسافة العمودية ما بين القوة 2 والقوة 2، ولا حتى معايا المسافة العمودية ما بين القوة 8 والقوة 8. طيب فهو هنا ليه مديني الزوايا دي؟ مديني الزوايا دي عشان أبدأ أحلل كل قوة لمركبتين، مركبة أفقية ومركبة رأسية، وكل مركبتين أفقية يعملوا عزم ازدواج، كل مركبتين رأسية يعملوا عزم ازدواج، فأقدر أحلل أو أخلي القوة الواحدة أطلع منها حاجتين. طب لو جينا مثلا نتكلم الأول على، بما إن هو عايز الاتنين كيلو نيوتن الأول، فنبدأ بيها. هاجي هنا أحلل، يبقى 2 ساين 30، وهنا يبقى 2 كوزين 30. طيب دي كده القوة 2. لو جينا نشوف الاتنين هنا، هتبقى عبارة عن 2 كوزين 30 وهنا 2 ساين 30. فهلاقي ان الاتنين ساين 30 والاتنين ساين 30 مركبتين ليهم نفس المقدار ولكن عكس الاتجاه. المسافة العمودية هنا ما بينهم كام؟ اللي هي بتلاتة من عشرة. اذا اقدر اروح احسب المومنت الناتج من الكيلو نيوتن عن طريق الام كابل الناتج من الاتنين كيلو نيوتن. هيساوي ايه؟ الاتنين ساين 30 دي مقدار القوة. طيب الكلام ده مضروب في ايه؟ في المسافة العمودية ما بينهم اللي هي بتلاتة من عشرة. طيب الاتنين دول هيعملوا عزم، هيبقى في اتجاه، خلوا الجسم ده يدور كده، يعني في اتجاه عقارب الساعة يعني بالسالب. طيب امال المركبتين الاتنين كوزين 30، الاتنين كوزين 30 يبقى هنقوم زائد المركبتين التانيين 2 كوزين 30 و 2 كوزين 30، المسافة ما بينهم اللي هي عبارة عن 1.5. فهاجي أقول هنا يبقى 2 كوزين 30 مضروبة في كام؟ مضروبة في المسافة بينهم اللي هي عبارة عن 1.5. طب الاتنين دول برضو هيعملوا عزم في اتجاه عقارب الساعة، هي كلوك وايز، يعني تبقى بالسالب. من هنا لو رحت أحسب الرقم ده كان هيطلع لي العزم الناتج من الاتنين كيلو نيوتن هيطلع بكام؟ 2.9 سالب 2/9. فهروح اختار الاختيار الرقم دي. طيب بنفس الطريقة بالظبط، فهروح اقول العزم الناتج من القوة 8 كيلو نيوتن. الكلام ده هيساوي برضو مركبتين، فين المركبتين؟ ادي ال 8، احلل هنا واحدة يبقى 8 ساين 45، وهنا هيبقى 8 كوزين 45. برضو نفس الكلام، هنا 8 كوزين 45 وهنا هيبقى فيه 8 ساين 45. بنفس الطريقة بالظبط، كل الموضوع اللي يختلف هو إشارة عزم الازدواج الناتج. لو جينا نبدأ بال 8 ساين 45 وال 8 ساين 45، الاتنين في ما بينهم مسافة عمودية مقدارها 3 من عشرة. فهاجي هنا أقول يبقى 8
ساين 45 الكلام ده مضروب في المسافة العمودية ما بينهم اللي هي 3/10. طيب العزم الناتج هيبقى اتجاهه ايه؟ هيبقى اتجاهه عكس اتجاه عقارب الساعة، فالمرة دي هيبقى بالموجب. الكلام ده زائد العزم الناتج من 8 كوزين 45، 8 كوزين 45 هيبقى في اتجاه عقارب الساعة، يعني هيبقى بالسالب 8 كوزين 45. الكلام ده مضروب في المسافة ما بينهم اللي هي عبارة عن 1.5، فمن هنا هيطلع لي العزم سالب 6.78، فهروح اختار الاختيار الأول. آخر حاجة عايز يعرف the resultant couple moment بكيلو نيوتن في المتر. طيب عزم الازدواج المحصل عن طريق ان انا اجمع الاتنين دول، فهلاقي ان العزم الناتج طلع بسالب 9.69. يعني هنا لو انا عايز اجيب resultant moment هروح اجمع الام كابل 1 اللي جاي من القوة الاتنين كيلو نيوتن زائد الام كابل اللي جاي من القوة 8 كيلو نيوتن، يعني اللي انا روحت جمعت سالب 2.9 الكلام ده ناقص 6.78، فيطلع لي ان عزم الازدواج المحصل عبارة عن سالب 9.69 كيلو نيوتن في المتر.